فليدي راديو مع حسين هي عايشه في اسبانيا داكور نورمالمون كانت كان عندها فول فينالمون ما كاش فول باسكو كان المومون تاع الكورونا وكاع داكور قبل 48 من التورناج كانت تحتمت عليا اني نبدا السيناريو داكور مين بدا السيناريو كان لازم نعاود نكري استوديو تاع جرين سكرين ثاني في اسبانيا اوكي درت رياليزاسيون تاع 6 سوايع في الواتساب وجابوا لي مترجم وكاع با كلاس لا كلاس جبت لا ماتير عطاني لا ماتير حطيتها في بوست برود معاه واش راني رياليزي استوديو واحد اخر ثاني هنايا في الجزائر واي بدات السيناريو نورمالمون كان كاين دو شومب